Oh!
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفوز هذا تنهدوا الجماهير التونسيه كامله، تنقول لهم استمروا في التشجيع ديالنا حتى لاخر دوره ان شاء الله. هذا العام هذا عام استثنائي، عندنا فريق في المستوى، مدرب في المستوى، الصف ديالو تكنيك المكتب موفر جميع الظروف. تنتمنى من الله باش تكون هذه اخر سنه للنادي المكناسي. في هذا اللقاء نتاع اليوم كي جاكم؟ هذا معروف لقاء صعيب، ديما في فريق قلعه الصراغنه فريق قوي، ديما تحت الصفوف الاماميه في هذا القسم هذا. احنا النادي المكناسي تنتمنى من الله نستمروا في هذا النهج هذا ونحققوا نتائج ايجابيه في قبيل الدورات. شكرا. كنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم على التشجيع 90 دقيقة. حنا راه درنا اللي في جهدنا، واخا كانت مباراة صعيبة شوية مع الصراغنة، مي الحمد لله جبنا 3 بوان، وخا جا البيتش دقيقة 90 الحمد لله هي 3 بوان هي الأولى جبنا 3 بوان، ويصبروا معنا الجمهور إن شاء الله طلعوا المكناس هذا العام، طلعوا الكودي بغا طلع هذا العام. شكرا 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 شكرا.